بس هاي الكبيس يعود وجمعيات قلنا السيد قطع عليه تفضل تفضل برد عيد تكلموا والبس الغترة تفضل يا أخي تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم محمد سعيد الكبيسي عضو جمعية القناص القطرية طبعا احنا هذه المشاركة السابعة على التوالي في مهرجان طبعا العرائش الدولية للثقافة والفنون والتراث الحمد لله هنا بين ربعنا وأهلنا في المملكة المغربية طبعا تقدمت جمعية القناص القطرية هنا تقدم الكثير من المسابقات من ضمنها مسابقة طبعا السلوبي هدد السلوبي ومن بعد فيها إن شاء الله مسابقة الرماية وفي مسابقة الرسم طبعا للكبار مسابقة مفتوحة بالإضافة إلى فعاليات أخرى في البيت الشعر القطري اللي هي طبعا شبه يومية راح تكون فن العرضة اللي يقدمه طبعا الشباب الرزف بالسيوف وبعدين هناك فيه القهوة العربية اللي نقدمها احنا ونعملها بطريقتنا الطريقة القطرية بالإضافة إلى طبعا هناك رسومات أو فعاليات للشباب الصغار الناشئين فيها الخيمة إن شاء الله في حديقة الأسود يا هلا ويا مرحبا بالجميع. بالنسبة للنسخة الثامنة واش كت واش هاد المهرجان ديال الفنون والتراث ديال العاصمة الدولية سمعتكم بأن عشتم سنوات مدة 8 سنوات أيوة احنا سبع تقدم الحمد لله احنا هذا المهرجان السنة الثامنة بس مشاركة جمعية القناص هي السنة السابعة على التوالي الحمد لله كل سنة يكون هناك في تقدم في تعاون كبير بيننا وبين جمعية عبد الصمد الكنفاوي طبعا هنا نشكرهم على هذه الدعوة ونشكر طبعا جمعية القناص على تلبيهم هذه الدعوة وعلى هذا المكان طبعا يعتبر مكاننا وبلدنا الثاني في المملكة المغربية ومثل ما قلنا لكم بين أهلنا وأخواننا يا هلا يا مرحبا فيكم وإن شاء الله نشوفكم في الخيمة القطرية إن شاء الله في حديقة الأسود والكل يتمنى المشاركة القطرية في هذه الدورات السابقة يعني المقبلة الحمد لله الكل يتمنى يعني في المشاركة في المسابقات والفعاليات في الأنشطة كذلك الحمد لله هذه الأنشطة والفعاليات كلها ما هذه إلا بداية إن شاء الله ل 2022 إن شاء الله للمونديال كأس العالم في قطر إن شاء الله نراكم نعم والخصوصية العام واش ممكن تقدموا شيء فيما يخص مونديال 2022 تعرف به راح نروج انا هذا المونديال وراح نعطي طبعا الشعب المغربي هنا معلومات عن المونديال وعن الملاعب اللي بنتها دولتنا قطر الحبيبه وطبعا اوامر من سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على الانديه اللي بنت الانديه العالميه اللي على مستوى العالم والحمد لله هذا كله من فضل الله توجيهات من سمو الرئيس سمو الشيخ تميم بن حمد ال شكرا سي محمد الكبيسي نتقدموا للاخ قد يعني نعم اذا ضيوف المهرجان شكرا